التمرين الثاني اللي من وضع الاستلقاء بالضبط هي هذه، انه الايد مستقيمه، اخلي الايد المعاكسه على البايسبس عشان اعرف انه تكون مستقيمه، وانزل على الكتف المعاكس للايد بالضبط. 1 2 هنا من الاخطاء الشائعه انه ادخل ايدي للداخل واسوي نقطه تاثير القوه، طلع انه على المرفق وممكن انه انصاب. فهذه ايدي ما بنسى دورها انه عشان تخلي ايدي مستقيمه.